ونذهب الآن إلى هذه اللقطات في الفاتيكان، حيث يترأس البابا فرانسيس الأول قداس الجنازة التي تقام للبابا الراحل بنديكتوس 16، والذي توفي عشية رأس السنة الجديدة عن عمر يناهز 95 عاما. وانتهت مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان البابا بنديكتوس 16 الذي سجى لثلاثة أيام في تابوت مفتوح في كاتدرائية القديس بطرس، حيث توافد عليه مئات الآلاف من الكاثوليك والمسؤولين وكبار رجال الدين المسيحي والشخصيات العامة. ومن المقرر أن يدفن البابا الراحل في كاتدرائية القديس بطرس.